تيجي نروح للأخبارنا. المسلسلات بقى، دينا مسلسلات. لأخبارنا قبل المسلسلات هنتكلم عن ترند قوي جدا وحقق نجاح كبير، بنشكر عليه طبعا وزارة التضامن الاجتماعي والفنان والإعلامي أكرم حسني. قدم إعلان أبو شنب، شفت إعلان أبو شنب؟ فظيع. لا ما شفتوش، صوري بقى. حسنين محمدين. ده تحديد نسل؟ تحديد نسل؟ بيتكلم مع سنين يبقى تحديد نسل على طول. تحديد نسل على طول. الإعلان للتوعية بأهمية تحديد النسل ضمن حملة اتنين كفاية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وظهر بيه أكرم حسني بشخصية جديدة، شخصية أبو شنب. هي مختلفة تماما عن شخصية أبو حفيظة، طبعا شخصية أبو حفيظة دي الشخصية المشهور بيها الفنان أكرم حسني. والإعلان كان من إخراج المخرج محمد سامي، حقق الإعلان نجاح كبير وعمل أكتر من 5 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وفيسبوك في أول يوم ينزل فيه الإعلان. الإعلان حلو قوي، واحد كده جاي بيتخانق معاه والمفروض ان هو عنده عزوة ومخلف عيال كتير، وكل ما يجي ينادي على حد من عياله طب حسنين يقولوا له نايم، طب محمدين بياكل، وده سافر، وفي الاخر. طب انا عايز اقول حاجه عشان عايز اعلق على الموضوع ده، عشان مهتم جدا بموضوع تحديد النسل. عشان احنا عمرنا ما هنشوف تقدم في بلدنا طول ما الناس عماله تخلف عيال تخلف عيال. اتنين كفايه. اتنين كفايه قوي، وواحد كفايه انا بالنسبه لي. وعايز اقول حاجه، ناس كتير تقول لك ايه، اصل كل عيل بيجي برزقه، اصل العيال زينه الحياه. هو المال والبنون زينة الحياة، يعني لازم المال يجي الأول قبل البنون، عشان لو بيبقى معاك المال هتقدر تربي البنون. صح. فما ينفعش أجيب البنون وبعدين أقول المال هيجي، يعني لا، في وربنا ناس ادانا عقل نفكر. لا، في ناس بتحب تجيب عيال، تجيب عيال. لا، ما وأكلهم منين وأشربهم منين؟ لا، مع الفترة اللي جاية مش هينفع ده، يعني ما ينفعش، لأن كمان عشان حضرتك عايز ولادك يتعلموا كويس، أو ما تشتكوش بقى، يعني ما حدش يشتكي. أنت عايز تعلم الولاد كويس وببلاش، وعايز الولاد يبقى عندهم يتعالجوا وببلاش، وعايز يبقى عندك شوارع، وعايز الأكل يبقى رخيص، وعايز وعايز وعايز، وفي الآخر إحنا مش بننتج كويس. طب ازاي؟ ما مش هينفع، مش هينفع. وفي ناس تانية بتتظلم في ده، انا بشوف ان انا واحد بتظلم في ده، لان انا بدفع ضرايب. صح؟ والبنزين اللي بحطه معلهوش دعم، بستخدم 95، ما بشتريش اي حاجه مدعمه، الكهرباء عندي والغاز بيوصلوا للشرائح الغير مدعمه. اوكي؟ فانا وفي ناس تانية عماله تجيب في عيال في عيال في عيال، وانا من الضرايب اللي انا وزي وحضرتك برضو بتدفعيها، الضرايب دي بتروح للناس دي علشان يربوا العيال. وبرده فعلا الناس بتعاني جدا، وفعلا انا شايفه ان حمله اتنين كفايه دي حمله يا رب تجيب نتيجه مع الناس. اتنين كتير اصلا، كفايه حلوه، انا جايبه اتنين. ماشي، ربنا يخليهم. الله يخليك. خشينا على اللي بعد. يلا نروح لاخبارنا، واول خبر معانا عن الزعيم عادل امام. حبيبي وحبيبي، لازم نعمل له كده اهو. تمام. زعيم. زعيم عادل امام. بدأ زعيم عادل امام تصوير مشاهده الاولى في مسلسل فالنتينو، ده بعد، يا شريف انت عارف ان المسلسل تأجل كتير جدا، حصل تأجيلات كتيره وهدم ديكور المسلسل اكتر من مره، وجمعته المشاهد الاولى مع الفنانه دلال عبد العزيز. المسلسل هيكون من اخراج رامي امام وتأليف ايمن بهجت قمر، وزي ما قلنا قبل كده ان تعاقدت مجموعه اعلام المصريين برئاسه المنتج تامر مرسي مع شركه ماجنوم للانتاج الفني برئاسه المخرج رامي امام على عرض مسلسل عادل امام لرمضان 2019 على احدى قنواتها الفضائيه. اوكي، حلو قوي الخبر ده. حلو. اللي بعديه، اللي بعديه عن الفنان حسن رداد وزوجته ايمي سمير. ايه، بحبهم قوي. صح. انا كمان بحبهم. في بقى ده، في تشالنج بينهم بقى في رمضان ده. الفنان حسن الرداد لاول مره هينافس زوجته الفنانه ايمي سمير غانم، وده بان كل واحد فيهم هيقوم ببطوله مسلسله الخاص بعد كتير من الاعمال اللي قدموها مع بعض في السنه اللي فاتت. كانوا عاملين عزمي واشجان. كان حلو قوي، كان حلو. كمان انا بحب قوي فكره ان كل يوم اشوف قصه. صح. مش افضل طول الوقت. صح. قصه واحده. كانوا بيعملوا فعلا اعمال كتيره قوي مع بعض، بس هيكون في اختلاف بينهم في المضمون. هي عامله مسلسل اسمه كوميدي هو. مسلسل كوميدي، مسلسل كوميدي سوبر ميرو، لكن هو عامل مسلسل اجتماعي اسمه الابن 13. فهيكونوا مختلفين، بس برضو ان هم بينافسوا بعض ومنزلين كل واحد مسلسل في رمضان. أوكي. بالتوفيق للاثنين طبعا. الخبر اللي جاي معانا عن منى زكي. انتهت الفنانه منى زكي من تصوير مشاهدها في فيلم اعز الولد مع الفنانتين ميرفت امين ودلال عبد العزيز. هتظهر منى كضيفه شرف على احداث الفيلم.
هيكون من عز الولد هيكون من بطولة ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، وفي عدد كبير من الفنانين هيشاركوا كضيوف شرف منهم عمرو يوسف ومحمد شاهين وعمرو سلامة وأمينة خليل، وهيكون من إخراج سارة نوح. في فعلا فنانين كتير جدا هيكونوا ضيوف شرف في الـ أوكي. الخبر اللي بعده عن الفنان محمد الشرنوبي. أعلن الفنان محمد الشرنوبي، صوته حلو قوي، صوته جميل، صوته حلو جدا فعلا، عامل ألبوم جديد. أعلن الفنان محمد الشرنوبي أنه بدأ بالتحضير لألبومه الأول بعد ما قدم الكثير من أغانيه سنجل، واللي كان منها أغنية النفسية اللي حققت نجاح كبير جدا. وهيتعاون الشرنوبي مع الموزع نادر حمدي في أغنية جديدة من ضمن أغاني الألبوم. ونادر شاطر قوي قوي، أنا بيعجبني جدا جدا. آخر خبر وهنختم بيه، غادة عادل بقى. أيوة بقى، أم العيال. أم العيال هي أم العيال وشكلها مش أم العيال خالص. يا جميلة. الفنانة غادة عادل هتشارك ابنها عبد الله مجدي الهواري بودي، وشير ببودي، في أول مشروع ليه وأول تجاربه السينمائية من خلال فيلم العفريت. هو ده ابنها؟ ده بودي. أوكي ماشي. نشرت غادة صورة وفيديو من كواليس فيلم ابنها عشان تدعمه في أول خطواته، وطلبت من متابعينها على موقع إنستجرام إن هم يتابعوه ويشجعوه. دي أول تجربة البودي. بودي دايما كان بيحب إن هو يروح مع مامته التصوير ويقعد معاها في الكواليس، زي كل أولاد الفنانين. لا في ناس مش بتحب، لكن هو شكله هو حبيب، وإن شاء الله فيلم العفريت ينجح يا بودي. بيحبوا، فكلهم بيحبوا أغلبيتهم صح. في حاجة تانية عشان قبل ما أروح في داهية. ميرسي يا نهاد. ميرسي يا شريف.